الرحمن الرحيم. طبعا اليوم الثالث من معسكر تدريبي، اعتقد الاجواء طيبه، جميع الامور متيسره هنا. يمكن هنا تكون الفتره حكايات اطول، تكون فائده اكثر، لكن الحمد لله انه المباراه ذات مستوى عالي حقيقه. الفريق الان بوضع طيب، بعيدا عن الاصابات واللي لاعبين خاسرين طبعا، اللي حسين ولا يوسف الامام، وكذلك اليكس شوي شعر بألم، لكن الفريق كله جاهز. انا اعتقد مو امتحان لكنه هو اختبار حقيقي طبعا لقدراتنا كفريق، نستطيع انجاز نفسنا لبطوله ذات مستوى عالي. فشكرا للاخوه القائمين على هذا المعسكر، وكذلك الاتحاد وفرنا هذه الفرصه طبعا طيبه مع فرق كبيره. الهدف من عندها طبعا هو ليس تحقيق نتائج، مع احتراماتي لكل اللي يفكرون بالنتائج، انا اعتقد ان تفكر بالنتائج تروح تلعب مع فرق ضعيفه تفوز وماكو فائده فنيه، لكن الفائده الفنيه هي عندما تلعب مع فرق ذات مستوى عالي، لاعبي اغلب محترفين في اوروبا وكذلك محترفين في دول كبيره بكره القدم. فاتمنى طبعا اللاعبين يستفيدوا من هذه التجربه الكبيره. دعاء وتمنيات لهم بالحفظ طبعا والعوده الى انديتهم وهم بتم الصحه وجاهزين ان شاء الله. طبعا معسكر مهم،